يصير عرقكم يا بي شلون يعني نطب حالنا على الدار هالشغليات اشتغلهن احمم البنات البسهن اغيرهن تمام نرجع القبر نقطع طريق الطريق هذا طريق خط عام خطر فيه قناصة يعني هيات لحظة انه مرقنا بقنصونا بربع علينا معرضين للخطر بأي وقت كانوا رايحين يشتروا أدوية من الصيدلية فهاي البنت للأسف الشديد وهي طالعة مع والدتها صحت لهم قذيفة أمها انقطعت إيدها إجرها البنت انقطعت إيدها فقدت ثلاث خوات أمها بعدين صرت أحس لأنه لما رحنا على المستشفى شفت إخواتي ولياتن بغرفة بالمستشفى وهيش نايمات ما فكرت إن الميتة فكرت إن أنا شايف الطبيب بيها الفترة الأخيرة هون واحنا موجودين يا مرتين تبكي بدكم تجيبوا لي أخواتي بدكم تجيبوا لي خواتي تنتق وتبكي بدها في هالساعة تروح تجيب لي خواتي فكر فيه أن نكون إخواتي نايمات عندي Children need to be taken care of. Huh? They need to have something to do. They need to receive some education. Is the first step for to heal the psychological wounds that they may have is to have them occupied doing activities in one of these child-friendly spaces. احترم حسب الوضع المادي والاجتماعي والعائلي. في عنا حالات العنف الأسري. في عنا حالات اللي هم طبعا اكيد ان هم حرب فبالتالي هم اولى الاولويات عنا من مناظر اذا فقد حدا ابوه او اخته او اخوه او عمه او خاله او جده بيحكوا لنا عن مدارسهم بسوريا انه نفسهم يرجعوا البنت اول ما اجت علينا على الورشات كانت ما بدها تلتزم انا بظني سهرانه لساعه 2 لما اتصل علي قالوا لي تعالي المدرسه انا بدي الساعه 11 ضليتني اشد اخفلها It's amazing when parents start telling you about some of the challenges they've been encountering with their children, like they're becoming more violent, bedwetting, screaming without a reason, feeling very anxious and stressed most of the time. And then you say, but we can help you address those needs. It is our job to ensure the well-being of their children, the emotional well-being of their children. And when they start seeing that their children are back into being children, laughing and enjoying life and drawing and singing, they become our advocates. تعرفت على أصدقائي وفرحت كثير كثير يعني.